يوم هيلعب كمان ليجو فورتنايت. آخر مرة على بيت هذا اللاي الواتش تاور وأنا كنت لعبت شوية أوفلاين وبنيت البيت اللي هناك. يوم عن جد يعني هضلي الين لما اسوي فيلج كبيرة في الفيلج ابجريد جراند سلاب اللي ما عارف من يعرف كيف اجيبه ونوتروت. اول هروح اجيب النوتروت من الكهف بعدين ادور على جراند سلاب. اصلا من يعرف من فين اجيب جراند سلاب بس لسه هدور. فانا في كهف في مليون سكيلتن. بليز كمان لابسين ارمر اسوش سبحان اللي لابسين ارمر لو واحد مات حيكون فيري جود حيكون فيري جود هيل مو فيري جود يعني في مليون واحد او ماي بليز او رب. اوكي كل السكيتنز ماتوا هلا عادي تجمع من غير ما اي احد يزعجني زي هذول الناس. هم ناس اصلا هم ناس ميتين. كمان هجيب جرانيت للجرانيت سلاب ونوت كنت احتاج 20 نوت 30 ماركل سلاب جرانيت سلاب. هجمع هدول سريع بعدين نسوي ابجريد. عندي الجرانيت عندي نوت روت جاهز بس لازم ارجع البيت. في مليون سكيلتن ورايا بس عادي عشان الفيلجرز حيسلوه. فحبني شيء يديني جرانيت سلابس اللي هو ستون بريكر احط هنا. ايوه كده بعدين كم احتاج 30 جرانيت سلاب يعني هضلي هنا لك بس لازم احطهم بعدين استنى مليون ساعة. اخيرا اخر واحدة 3 2 1 ليفل 6 اوكي. ايش اللمن ايه اشياء ليش جلس في ليفل 6 بس هذول 2 واو ممكن ابني هذا. هروح اجمع حبني اكس وبيك اكس بعدين اروح اسوي لازم ارجع للكهف عشان البيك اكس يحتاج النوت روت رود وانا ما عندي. اه